توفي والد الدكتور أحمد جلال، دكتور أحمد جلال صديقنا وحبيبنا، أستاذ في كلية الطب، وحقيقة يعني كنا معا في رحلة الحج فما رأيته إلا بارا بوالده، فرحم الله والده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسكنه جنته، وأن يفسح له في قبره، وأن يربط على قلب ولده صديقنا الدكتور أحمد جلال. جزاكم الله خيرا.